أوصف نفسي بثلاث كلمات: صبورة، محبة، متوكلة. صاحبة والدي أكتر ما يعني ممكن تبقى أمك اللي بتعرف عليه خالص يعني. ولادي بيهدوني حاجات بتعجبني فعلا، مش بعمل نفسي عاجباني، هو هما فعلا بيبقى عاجباني. صحاب ولادي أنا عمري ما كنت مش مستندرة في حد، لو في حد فيهم مثلا من ما بيعجبنيش البيهيفير بتاعته أو حاجة بقول لابني يعني خلي بالك هو بيعمل كذا مش لطيف، ما تعقلدوش كده يعني، صدقني هما كلهم يعني زي ولادي. رحنا انا واولادي سافرنا دبي ورحنا ووتر بارك، وبعدين هما هم جرأة وجامدة جدا وانا جبانة جدا، فطلعنا على حاجات وانا جالي بانيك اتاك ما رضيتش اطلع، وهما بقى مصممين ان انا اطلع بتاع، فجالي بانيك اتاك بس ما نزلتش كده، هما نزلوا لوحدهم. اكتشفت اثر فيا ابويا، هو يعني ماي رول موديل، هو صبور قوي، هادي قوي، برضو محب وكده، فيعني وبص له لفوق جدا يعني. امي كمان اثرت فيا يعني، ابويا وامي اكيد، بس ابويا هادي وصابر اكتر يعني، انت برضو ايموشنال فممكن تتعصب اكتر. اكتر سفريه مبسوطه فيها سنغافورة. الحمد لله مبسوطه ان انا دخلت في مجال الفن لاني ما لقيتش نفسي في حاجه تانية خالص، بس يمكن الحاجه اللي انا عندي انترست فيها شويه الديكور والعفش والبيوت وكده، فممكن اكون حاجه ريليتد للموضوع ده. الناس اللي انا اشتغلت معاه وكنت شايفاه طبعا حاجه كبيره قوي، اتعلمت منه اكتر حاجه هو دكتور يحيى الفخراني. انفع جميع الامهات ان هم يسمعوا اولادهم وما يحكموش على مشاعرهم بتجاربهم الشخصيه خالص، حاولوا يحتووهم، صاحبوهم جدا، وما يبقوش عنصر خوف بالنسبه لهم قد ما هم عنصر امان.